مرحبا بك في القرن الواحد والعشرين، حيث الحرام مجاني والحلال مكلف جدا، حيث وصول البيتزا أسرع من وصول الإسعاف والأمن، حيث أصبح فقدان الهاتف أكثر ألما من فقدان الكرامة، والملابس هي من تحدد قيمة الشخص، حيث أصبح الوفاء وأصحابه من الطراز القديم، حيث أن المال هو تمثال الحرية والعدالة والمساواة. مرحبا بك في هذا العصر الموحش، حيث أصبح الكذب ذكاء والفقر عيبا، والعري أصبح قمة الأناقة والحرية، والجمال هو عامل الجذب الأول، كسر الخاطر أصبح صراحة، وجبر الخواطر أصبح طيبة وهبل، والمال هو من يجبر الناس على أن تحترمك مهما كانت مصادره، والمبادئ والقيم قمة التخلف والتأخر. أهلا بك في أسوأ عصر من عصور البشرية.